أكلة 1 2 3 ملوخية. آه واحد 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 واحد. ألو. بما إنه سيامند قاعد قدامي مقابلي هاد توا هاد مين؟ سيامند. بدي ألعبك لعبة. أوكي أوكي. اللعبة هي إنه مو تافه حلوه كتير. اللعبه هي انه اقول لك مثلا حيوان بلد لون اكله هاي الاشياء ماركه. اوكي فمثلا خلينا نقول انه مثلا اقول لك حيوان اوكي عد ثلاثه اقول حيوان اول 1 2 3 وانا اقول نقول لازم نفس اللون اللي خطر ببالنا اول شيء فهمت مع بعض قصدي نقول نقول اللون اللي خطر ببالنا مع بعض. خلينا نجرب هلا بتفهم. اوكي يلا لون 1 2 3 احمر. لا تقول بسرعه. اوكي مبدئيا ما في توافق من هلا. المهم فهمت المبدا. انت اول شيء بيخطر ببالك بشو اسمه الكاتيجوري اللي انا طالبته انه بتقوله. اوكي بعد ما عد الثلاثه يلا 1 2 3 بلد 1 2 3. خليني طب اعد ليش عم تخرب اللعبه مره ثانيه. اسم ماركه 1 2 3 نايك. اوه ماي جاد قلت نايك. يس ما توقعت في اجابه من الاجابات رح تطلع متطابقه. هاي لاني هاي ماركه كثير بحبها انا حتى انا بحبها بالاحذيه. اوكي حيوان 1 2 3 كلب. أسد. طب قول كلب يعني واحد يا يخطر له يا قطة يا كلب. أسد شو تخيل أنا لك ببغاء مثلا تخلي بمخي تحكم بي لازم تقول مثلي هاد إن هاي اللعبة بتشرح التوافق بيناتنا. طيب أوكي إنه هاي معناتها ما في توافق. إنه إجاباتنا غير متطابقة يعني إحنا ما بنفكر نفس الطريقة. شو عم بمزح. أوكي عم بمزح يلا نيكست. اوكي نيكست. حضر حالك جاهز جاهز هيك بدي اياك مع بعض. ما اتفقنا والله 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 اتفقنا. قلنا وحده غلط. لا قصدي ما اتفقنا يعني ما لنا متفقين على الاجابات يعني انه اللي عم نقوله. اوكي اكله 1 2 3 ملوخيه. لانه اكلناها اليوم عشان هيك. والله مش متفقين. معنى والله منيح يعني في اجابات متطابقه. هلا نايك لاني من شوي كنت عم بدور على شويه احذيه اشتريها لي لا والله حتى لو حتى لو كنا ملوخيه لاني اكلنا ملوخيه كمان لا تبرر كل الاشياء. لا في تطابق. طيب غير شيء يلا هلا بين معنا. اوكي هلا حيبين معنا شو اذا صح ولا لا. فاكهه 1 2 3 تفاح. لا كان بدي اقول موز والله. والله العظيم كان بدي اقول موز انت بس هلا ممكن يقول تفاح لانه التفاح يعني اكثر من الموز موجود وهيك فهمت موجود نعمل تفسير غير قصدي يعني هيك شعبي اكثر. طيب اوكي اوكي شيء ثاني. خضار خضار خضره يلا خضار 1 2 3 خيار. لا تقول بقدونس. خيار شو دخل بقدونس لانه كنا تبولة. لا شو خصك فيني شو خطر لي من نوع الخضار. ليش ما عم تقول حبيبي؟ الاشياء نفسها تبعي بنقليني. لا لك لازم تكون غشي نقليني. هاي اللعبة لازم تكون صريحة وشف شو اسمها شفافة. لا انه مصداقية شفافية و... ومصداقية خاص ولا كلمة. هلا انت لو بنت كنت سالتك مثلا قلت مكياج بعدين 1 2 3 بس في شيء اصلا تعرفه بالميك اب اسم شغله ميك اب اي لاينر. الحمد لله شو اي لاينر. اي لا منيحه والله جابه. اوكي هي اخر وحده ماشي جهز حالك. يلا جاهز انا و استني استني شو نقليني. لا ما حلق لك خلاص. اسم طير 1 2 3 حمامه. قلت لك نقليني ضروري تطلعي بخجلة انت. يلا عن جد انه انا زعلت منك هلا مشان تراضيني لازم العبك لعبة تانية ولا لا خلص. في نوع لعبة تانية والله كتير فوني شو كتير كتير حلو وكتير سريع. اوكي هاد
لازم تشوفوا اوكي. دونت سكيب ذا ستوريز، شوفوا الستوري من بدايتها لنهايتها لانه كثير كثير حلوه. اوكي اوكي جاهز؟ جاهز اوكي. شو هذا؟ هذا حطه على جنب. شوف رح تحتاج، رح نحتاج كلينكس. اعملوا هيك، انت ما مطلوب منك شيء بس تقول وراي ماشي. اوكي رح اعمل الكلينكس هيك ماشي، انت اعمل بايدك هيك. هلا لما اقول واحد انت شو بتقول؟ ترن ترن. ايه اوكي اوكي يلا. واحد ترن، واحد ترن، واحد واحد ترن ترن. اوكي فهمت انت هلا. اوكي هلا رح نبلش اللعبه عن جد ماشي. نجيب لي الالعاب لحظه كثير حلوه والله. استنى 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 راح تحب انت كمان. بدي اقوم اروح. ويت قبل ما نبلش اللعبه، بتعرفها ولا لا؟ لا عن جد والله العظيم ما بتعرفها مشان ما يطلع شكلي غبي. انا حاسس حالي والله غبي انه عم تحكي اشياء ما لي فاهمها. ترن تن تن تن. اوكي ثواني هلا بلشت لعبه عن جد ماشي. ترن شو ترن؟ شو ترن؟ واحد هيك نبلش. لا لا واحد يلا. انا اسف خربطت. يلا واحد ترن، واحد واحد ترن ترن. اوكي هلا رح اقول لك شيء. واحد 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 ترن 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 ترن. الو عادي يا جماعة. أوكي ماشي كتير الموضوع عادي. اعذروها الساعة حاليا 12:30 عنا واحدة يمكن كتير تعبت مع الولاد اليوم فأكيد رح يطلع معي حركة نابي لو سمحت. ماشي يعني شوفوا المنظر اللي بيشهي. ملوخية عصرت هون ليمون فوق. في ناس بتحطها بعد الطبخ بس انا بحب احطها مع الطبخ، واذا حدا بده يزود بحط كمان ليمون جنب الطبخ. يعني شوفوا هيك رح احط لها كمان مي لان انا بحب تكون فيها مي كتير. منظر مشهي. السفرة صارت جاهزة، شايفين المنظر؟ هون حطيت جنبه ليمون، حطيه عصرة هيك بسيطة. يا سلام على الملوخية وأكلة الملوخية. Thank you thank you مشوش. روايح بتشل. شو رايك تاكل؟ ملوخية على طريقة شهودة. شوف 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 هذا المنظر. يا سلام ليمون أطيب شيء. وسنمودياتك وقع البزر كله. ملوخية بزر ليمون. على السريع ميرا شو عملت؟ اخترعت زحليطة للكوالا تبعها وأنا عم بقول شو عم تعمل صلى ساعة. انت وبالونتك، البالوني اكبر منك. اوكي طيب اوكي بابا وبعدين. وي وي يلا اجين يلا مرة ثانية. اوكي خذ. يلا ادم. جاب العابه وجل عندك. عنده مشكلة مع هذول. ما بعرف. والله العظيم. كل ما احطهم هي على هي تبع المي يرجع يشيلهم. الحصان هاد انا هيك فكرت عليه خيطان خضر بس لا طلع لون الوان. ميرا 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 تعال شوف تعال شوف شو عامله. انا فكرته خيطان خضر. ميرا ليش هيك عملتي يا ماما؟ Why did you do this؟ كمشتها باخر لحظه كانت مكمله على البيت كله.
عم تمزح. والله عزيزي شوفي كانت خلصت من الحصان بلشت. وين هاي؟ راح هاي؟ أو الثاني الحمراء كانت عم تبلش بهاي كمانة دا تخلص من هاي وتروح على الصوفيات. هاد بيروح ولا لا؟ شوفي 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 شو؟ ميرا؟ What you did here? What did you do here? ها؟ ليش هيك عملتي؟ أنا حكيت مع حبيبي. شو؟ تعرفوا شو يا جماعة؟ فعلا كلام شاهد طلع مظبوط إنه أنا صار عم باكل كتير. أنا نسيان موضوع إنه أنا عم باخد أدوية مشان عملية الزرعة اللي عملتها لسني. هدول الأدوية فيهم كورتيزون. كورتيزون عادة شو بيعمل؟ بفتحوا شهية وبنفس الوقت بخلي الواحد ينتفخ. هذا كله نفخة مو أكل، كله نفخة حبيبي. كله نفخة حبيبي، كله نفخة نفخة. بس لا بجد تقريبا كم دواء عم باخد؟ واحد اثنين ثلاثة، عم باخد أربع أنواع حبوب. في منهم نوعين هدول بيفتحوا الشهية كتير. فعلا ما صاير مو طبيعي بالأكل. عم باكل عم باكل عم باكل، ما عم بشبع، عم بحس حالي ما عم بشبع أبدا. حتى بالليل عم بفيق الساعة 4 5 وش الصبح بس عم باكل، بفتح البراد وبهجم. ان شاء الله من هون لاسبوع تاني بوقف هالادوية، بكون خلاص ما عاد في حاجة للادوية هاي. وبعد اسبوعين عندي موعد. 50 كيلو هيك رايك؟ 50 كيلو انا برايي ما تاخده خلص يعني. لا ما بصير. لا اسنانك خلص يعني مو شان اسناني حبيبي، يعني مو ناقصك كرش اكثر من هيك. ناقص لي 3 ايام عامل عملية وحاطط شيء هيك في سني، هذا ما بعرف شو بيعمل. المهم قصة طويلة يا جماعة مالكم فيها. المهم عم باكل كثير. على سيرة الأكل في أشياء كتير طيبة قدامي هون، صلي ساعتين عم بحاول. حابة أذكرك إنه أنت أكلت 3 صحون بالمطعم أو 3 وجبات، يعني خلص حاولت أتفاداهم بس ما قدرت. بدك تسامحيني شهد حبيبتي. ليش جيب نوع هيك إنه كاني مو مستوي نوع كتير مستوي؟ أنا هاد إلي، أنا بحب اللي هنا هو لك هذا؟ خليه عندك هذا، هذول إلي. هاي باي اللي اوكي، هاي كتير طيب. هذيك مرة اشترينا منها طلعت لذيذة كتير. دقتي يا حبيبي؟ اخ سني. لا ما انتم طيبين؟ والله طيبة. مثل اخر مرة؟ والله؟ صار ما بستلذ بالاكل جد، ولاني تم مجروح العادة. ما حكيتي ما علقت. إذا ما بستلز وهيك فلتان على الأكل. لو بستلز شو بعمل؟ كنت أكلتني؟ ها؟ أكلتني كيف؟ والله طيب. تحيي هي كمان؟ خلق بس أدوع. لا كم وحدة أكلت؟ وحدة والله دوعة. هلا بدوق وبعدين بختار أي وحدة رح أقضي عليها. أنا مراقبتك بس تدوق، أوكي؟ خلنا ندوق هي الثانية. هاي شكلك شاهي. أنا مضحك عليك لأنه أول مرة بشوفك هيك مفجوع. قررت أنا هاي والله؟ هاي رح أكلها. لا هاي رح أكلها. جيب 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 جيب. أنت لازم تعمل كنترول، ما بصير هيك. هلا هي العشرة أيام تحملينا. أنا متحملك صلي سنين. صلي سنين متحملك. تحملينا العشرة أيام. طيب حبيبتي شايفين كيف دائما الرجال يضحوا أوكي، والنسوان والبنات ما بيضحوا أبدا. صلي سنين أنا متحملك وأنت بتاكلي بتاكلي بتاكلي. هلا أنت صلك يومين ما عرفت تحمليني. أنا مشان ما تنفجر كل شيء ينفجر يعني، مشانك الله يسامحك.